اهو يا حبيبي شغل بابا اهو. تعال تعال نعمل له مفاجاه. السلام عليكم. السلام عليكم. انت مين وصلت هنا ازاي؟ انا داخله لحد جوه. داخله فين؟ ممنوع، انت لازم تمشي حالا. انا مرات الباشمهندس خالد نور. اهلا وسهلا، ما ينفعش تدخلي برضه. يعني ايه ما ينفعش ادخل؟ بقولك انا مرات الباشمهندس خالد نور اهو. بص صورته على البالونه اهي. ايه صورته على البالونه يعني؟ ده كارنيه هدخلك بيه مثلا؟ امال الباشمهندس خالد مش هنا اصلا. مش هنا؟ مش هنا ازاي؟ هو قال لي ان هو بيشتغل هنا، وبعدين ده بيقعد عندكم شهر وبيقعد معانا 15 يوم بس. يكون اتجوز عليا ولا ايه؟ ايه يا ستي كل ده؟ هو شغال هنا اه، بس مش موجود دلوقتي، في الصحراء بيعمل تجربه. فين يعني في الصحراء؟ فين ايه بس؟ ده كيلو جوه الصحراء. انا عشان خاطر الباشمهندس هسيبك تستنيه هنا، لكن انت ما ينفعش تبقى موجوده. تشربي ايه؟ لا شكرا مش عايزه حاجه. طب استنى اجيب لك حاجه ساعه انت والعسل ده. يلا بينا. ها المؤشر كام عندك؟ 47. علمي التركيبة تمام ولا محتاج تظبط حاجة في المعادلة؟ لا كله تمام. بتوكل على الله؟ على الله يا موسى. الحق يا خالد الحق، دي تتقال قبل ما ادوس مش بعد ما دوست. في ايه؟ في جسم غريب ظهر على الرادار. جسم غريب ازاي؟ اهو اهو. ايه ده؟ التجربة بدل ما تولد طاقة ولدت بني ادمين ولا ايه؟ اكيد مش بني ادمين، تلاقيه حيوان ما. حيوان ما ايه؟ فين راسه من ديله؟ ما هو براسينا اهو. ليه حيوان خرافي؟ شوف العداد وصل لكام؟ خلاص داخلين على الخمسين، العمر بيجري. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ لازم تحب كل سنة وانت طيب يا خالد. يا نهار اسود، دول غدا ونور. وقف التجربة. اوقف التجربة ده ايه؟ ما ينفعش بعد ما وصلنا للحرارة دي. قول لي بابا كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا بابا. ارجعوا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا عقبال كل سنة. يا هتبقى اخر سنة. الانفجار هيحصل يا باشمهندس. هنعمل ايه؟ ارجع يا خالد، اضيع مستقبلنا الله يخرب بيتك. احنا جايين لك يا حبيبي. يلا يا حبيبي بقى ادخل نام شويه عشان نصحى نعمل هوم ورك. اوكي جدع جدع. انت مالك سرحان كده طول الغدا؟ اعملي لي شاي ونبي. حاضر. عايزه ساده ولا بلبن؟ متجوزين بقالنا اكتر من 10 سنين وكل مره تساليني ساده ولا بلبن؟ ما انا لو عايزه بلبن هقول لك اعملي لي شاي بلبن. انا بقول لك اعملي لي شاي بس، يبقى ساده. طب في ايه؟ ما بالراحه. فيها ايه يعني لما اسالك؟ ما مش ممكن بقالنا 10 سنين بتسالي نفس السؤال. لا انت اللي مودك وحش. في حاجة حصلت في الشغل؟ اتنيلت اترفضت في الزفت البعثة تاني. انت برضو عايز تسافر؟ انا عايز اسافر بس هما بقى مش عايزين. هتسافر وتسيبني؟ لو خدت بالك اول جملة خالص انا قلتها، اول جملة خالص انا قلتها دلوقتي ان انا اترفضت. فانت دلوقتي هتبني قصة غلط خالص ملهاش علاقة بأي حاجة. صح صح عندك حق. طيب هما رفضوك ليه؟ والنبي انت بتسألي بجد؟ بجاحة قوي قوي. هو انت لسه ما نسيتش؟ انا نسيت بس هما برضو ما نسيوش. بس انا مش هسيبهم ومش هسيب البعثة دي وهقدم في البعثة اللي جاية. طيب وهما لو قبلوك يا حبيبي هتاخدني معاك صح؟ طبعا هاخدك معايا. هما هسيبك هنا لوحدك يعني انت والواد؟ هاخدك معايا طبعا، تفجر لنا مفاعلين ثلاثة هناك. بس المرة دي فين بقى؟ في روسيا، عشان تعملي تشيرنوبل جديدة كده على رواقة. انت بتتريق صح؟ سيبيني سيبيني دلوقتي. انت ابوكي فين؟ مش سامع له عايز؟ نايم نايم؟ طيب كويس،
ممكن تعملي لي شاي؟ ممكن اشرب شاي بقى؟ حاضر يا حبيبي حاضر. ساده ولا بلبن؟ ماما انسه غاده، انا جيت هنا لوحدي، جيت لوحدي. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. الحمد لله على السلامة. انا جيت لوحدي. الحمد لله على السلامة. شطورة. انا جيت هنا لوحدي. ما خلاص يا ماما، في ايه؟ ما باين ان حضرتك جيتي لوحدك، حتى ما فيش حد جاي وراكي. انت في حاجة حصلت لك في الطريق او حاجة؟ لا ابدا ما حصلش حاجة. امال مالك بتعيطي وبتترعشي كده؟ انت جيتي ازاي طيب؟ ركبت اوبر من تحت البيت. ركبتي اوبر؟ هو ده اللي جيت هنا لوحدي؟ جيت هنا لوحدي؟ انا قلت بقى انت اتشحططتي في المواصلات واتنططتي في المترو. مترو؟ لا يا خبر لا. امال فين استاذ خالد؟ استاذ خالد؟ هو انت مالك يا نور؟ انا كويس اهو زي الفل. لا يا نور انت مش كويس ومش زي الفل، وانا جيت الطريق ده كله لوحدي علشان اعرف انت فيك ايه. طريق ايه اللي جيتيه كل لوحدك؟ انت ما عملتيش اي حاجه في الطريق، انت فتحتي باب الاوبر تحت بيتك، قفلتي باب الاوبر تحت بيتي. كمان يا نور بقيت بتكلم مامتك بالشكل ده؟ يا انت عارفه بقالي قد ايه ما سمعتش الكلام الحلو ده؟ ما سمعتش ايه؟ احنا من ساعه ما اتقابلنا ما بنقولش غير الكلام ده. مش قصدي كده، قصدي انت عارفه انا حاسس ان انا بقالي قد ايه ما سمعتش الكلام الحلو ده. قد ايه؟ خلاص بقى ما تقعديش تسترسي على الموضوع، انا بحب اقول الكلام الاوفر الحلو ده وخلاص. لا من فضلك ما تتعصبش عليا، هو انا هلاقيها منك ولا من اللي شفته في الطريق وانا جايه لوحدي؟ حضرتك ما شفتيش اي حاجه في الطريق وانت جايه، انت ما لمستيش الاسفلت اصلا. طب اسمعي دي. ها؟ لا برضه يا باشمهندس مش حلوه، مش معقوله مش عارف تظبط صوت قطمه، انت ايه اللي حصل لك؟ طب تحبي حضرتك دلوقتي انزل الملك اكياس البطاطس بتاعتكم السوق واوريكم ان القطمه بتاعتكم قرمشتها مش قد كده؟ يا سلام، انا الاسلوب ده مش عاجبني على فكره، انا كده ممكن اضطر اسحب الاعلام من هنا اصلا. هو انت يا حبيبتي بتكلميه كده ليه افندم؟ سلام ربي وما تكلميش انت. معلش يا خالد ثانيه واحده، هي عماله تتفرد وتتني على الولد كده ليه؟ وبعدين ايه هسحب الشغل دي؟ ما تسحبيه يا حبيبتي، هو انت هتلاقي زيه ده؟ ياه انا مبسوط قوي. هيمان هيمان، انت بيتك بيتخرب وانت مبسوط تمام؟ مش مشكله، انا وحشني قوي احساس الام اللي خايفه على ابنها. لا هو انا بجد مضطره امشي، وانا بقى هكلم الشركه ابلغهم ان هم ما يعملوش اعلانات هنا تاني اصلا. بالسلامه يا حبيبتي. هو ايه اصله ده؟ ولا يهمك يا حبيبي، صوت القطمه كان سكر تحفه. انا مش فاهم، انا مش فاهم دلوقتي انت بتعاطي ليه؟ ابدا مفيش حاجه، انا كويسه. لا ما لو مفيش حاجه وانت كويسه وقاعده تعاطي العيال ده كله تبقى انت اتجننتي رسمي ولازم اطلقك كمان. كمان ايه؟ انا مش فاهم في ايه، انا من ساعه ما دخلت وانت قاعده عماله تعيطي. خالد هو انت عندك شقه تانيه؟ عندي شقه تانيه فين؟ وجبت الكلام ده منين اساسا؟ لا ابدا انا بسال عادي. بتسالي عادي؟ هو دلوقتي لما واحده تيجي لجوزها وتساله وتقول له انت عندك شقه تانيه ده يبقى سؤال عادي؟ طب انت رحت الشغل النهارده؟ لا ما رحتش الشغل النهارده، وانت عارفه كويس قوي ان انا مش رايح الشغل النهارده، عشان انت عارفه ان انا رايح الملجا بتاع نور عشان افهم ايه الحكايه وما وصلناش لاي حاجه. ايوه صح. طب كويس. طب عايز تتعشى؟ تتعشى ازاي بخلقتك دي؟ انت هتقعدي تلاقي خلصي عياط وتجي تكلميني بقى. حاضر. يلا القرف ده. ده ايه العيشه اللي بقت تقرف دي؟ جاهز؟ جاهز. يلا يا نور اضحك عشان التجربة تطلع حلوة. ازي يا باشمهندس؟ السؤال لنور الصغير، هل فاكر اسم الحضانة اللي كنت فيها؟ هابي كيدز. ما شاء الله عليك يا حبيبي، الله أكبر، برافو. بس اسكتي شوية، هو في ثانوية عامة، اسكتي.